نيجي نتكلم دلوقتي عن الاستعداد للجلسة وأثناء الجلسة وبعد الجلسة. قبل الجلسة لازم تكون المريضة سايبة الشعر تماماً، مش هنتموش بأي طريقة من الطرق التقليدية. تاني حاجة ما تكونش تعرضت للشمس ولا عاملة تان ولا برونزاج ولا أي حاجة من الحاجات دي، وما تكونش عاملة أي تقشير كيميائي بأي نوع من الأنواع، وما تكونش عاملة حمام مغربي أو دلكة على الأقل من أسبوعين لأربع أسابيع. لازم تكون جاية شايفين الشعرة بالظبط طولها وكثافتها ولونها، وشايفين طبيعة الجلد عندها، ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الحساسية أو تصبغات زي الشمس والحاجات دي. طيب لما المريضة بتجيلنا بنبدأ نفحص شعرها كويس قوي ولون جلدها، ونختار لها الجهاز المناسب اللي هو الجنتل ليز أو الجنتل ياك على حسب لون البشرة ولون الشعر وطبيعة الجلد كمان. من في يوم تقدر المريضة تعمل إزالة للشعر بنسميها بالشيفينج أو بالموس قبل الجلسة بيوم أو قبل الجلسة مباشرة، ودوت بعديها بتخش المريضة على الجلسة. ولو عايزة تحط بينج كمان مفيش أي مشكلة خالص، لأن لو هي عندها إحساس بالألم شوية بس هو عموما الليزر مش مؤلم خالص وألم بسيط خالص، وغزة خفيفة زي وغزة اللسعة الخفيفة، فمش محتاجة. أنا والله بنصحهم إن مش محتاجين إلا إذا كان ممكن منطقة البكيني والمناطق الحساسة شوية ممكن نحط فيها بينج. بعد الجلسة بنلاقي شوية إحمرار خفيف دوت وارد، وبنلاقي ساعات إديمة أو انتفاخ مطرح مصيلة الشعر، وده دليل على فعالية العلاج. بنستخدم ساعتها كريمات مهدئة وملطفة وبيختفي تماما خلال يوم تقريبا أو أقل من كده بكتير، وبتستخدم كريمات مرطبة زي ما قلنا وواقي الشمس، دي من أهم الحاجات عندي. ممنوع إن هي تستخدم مية سخنة على جسمها أو تعمل مبشرات أو حمام دلكة أو تقشير أو الحاجات اللي احنا قلنا قبل الليزر، ممنوع برضو نعملها بعد الليزر على الأقل بسبع أيام. وبتستمر على كريمات الترطيب وواقي الشمس، وبتستخدم المية الباردة بس على جسمها، ممنوع المية السخنة. بتيجي بعد كده عندنا حاجة بنسميها جلسة إيرلي تاتش أو الردوش. بعد الجلسة من 10 ل 14 يوم الوقت المناسب ليها بتيجي بنعمل إعادة تاني على الأماكن الشعر اللي هي مازالت موجودة أو كانت مزد مننا، وبنبدأ نقول لها تجيلنا تاني للجلسات اللي بعد كده جلسة كل أربع أسابيع أو ست أسابيع حسب ما الشعر بينمو معاها. وبنستمر في العلاج زي ما قلنا قبل كده من 6 ل 8 جلسات كل حسب المريضة وحسب حالتها، بعيد بغض النظر عن إن يكون عندها اختلال في الهرمونات أو بعض الأدوية بتاخدها، ده طبعا بيختلف مع من مريضة تانية. المريضة العادية بتاخد من 6 ل 8 جلسات. وبعد الليزر زي ما قلنا مفيش أي حاجة غير إن هي بتستخدم كريمات مرطبة وواقي الشمس والمية الباردة.